السلام عليكم أحبة المشاهدين والمتابعين، هذه تحياتي نهاد الردين، يحييكم من جديد ومن أرضية ملعب 9 نيسان في ختام دوري 9 نيسان الموسم السادس، طبعا أكيد بحضور عضو مجلس النواب العراقي الأستاذ علاء سكر الدفي. أهلا وسهلا بك في هذا المهرجان الكروي الكبير. نعم، كلمة من عندكم لهذا المحفل الكروي. بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم حضرنا إلى نهائي دوري 9 نيسان. نشكر اللجنة 9 نيسان على هذا التتويج وعلى هذا الكرفال، كان دوري ممتع وكان دوري ذات قيمة للمنطقة. اليوم حضورنا يعزز فرقنا الرياضية ويعزز لجنة 9 نيسان. نحن اليوم وياهم في السراء والضراء وحاضرين في كل متطلبات أهالي منطقة 9 نيسان إذا كان على المستوى الرياضي أو غير الرياضي. أيضا أستاذ علاء، ناخذ يعني رأيك بالأخوة المنظمين على الدوري. تعرف الدوري يعني أخذ وقت طويل من ناحية التنظيم، من ناحية تجهيز الفرق، من ناحية الحكام، ناخذ رأيك بهذا الجانب. كان تنظيم جدا رائع صراحة. لجنة 9 نيسان لجنة منظمة ذات طابع طويل في الوضع الرياضي، واليوم هذا الدوري صراحة من الدوريات المهمة في قضاء المدائن، أخذ استحسان كل الفرق الرياضية وكل المسؤولين، واليوم احنا بدورنا حضرنا حتى نشاركهم فرحتهم وتتويج الفريق الفائز. صح لسانك، إن شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق. شكرا جزيلا أستاذ. نعم أحبة المشاهدين والمتابعين، لقاءاتنا مستمرة، أنا وياكم نرحب بالكابتن حسن هادي أبو حسن رئيس لجنة 9 نيسان، وكذلك أيضا كابتن فريق الباش نهاد النعيمي في ختام النسخة أو الموسم السادس لدوري 9 نيسان. نعم أبو حسن حبيبي، نتكلم عن هذا المحفل الكروي، وأيضا كلمة من عندكم لفريق الباش البطل، وأيضا مثل ما تعرف حضور عضو مجلس النواب العراقي الأستاذ علاء السكر. نرحب بك ونرحب بالسيد النائب علاء سكر بتتويج دوري 9 نيسان النسخة السادسة واللي توج به فريق الباش. أيضا خلنا نأخذ ولو بشيء بسيط شوية نتكلم عن الدوري، يعني من ناحية المنظومة الرياضية والإدارية. يعني من يوم ناحية تكلمنا على الإدارة، التنظيم، الدوري يتكون من كم فريق؟ الدوري اشتركنا هذا الموسم 16 فريق، سحب فريق بقنا 15 فريق اللي كملوا الدوري. شنو كان نظام الدوري؟ يعني نظام ذهاب وإياب؟ لا مرحلة واحدة. مرحلة واحدة. مرحلة واحدة. نعم أيضا. أخذنا الوقت. نعم كابتن هادي النعيمي، طبعا أكيد باسم قناة السفاح الرياضية نبارك لكم هذا الإنجاز الكبير، وأنا سعيد بلقائك فترة طويلة من الزمن ما ملتقين. نعم نتكلم عن هذا الحدث الكروي الكبير. أشكرك حبيبي، تحياتي لك وتحيا للكابتن هادي رئيس لجنة 9 نيسان. مثل ما تدري اليوم هو تتويج دوري 9 نيسان الموسم السادس، إحنا الموسم الرابع هذا اللي أحرزناه. الموسم السابق قلت لك كنا مو ابطال لاسباب عديده. الموسم مثل ما تفضل الكابتن ابو حسن 16 فريق، اكملوا 15 فريق الدوري. النظام بما انه تعرف احنا نلعب على ملاعب ترابيه، فتعرف تاثيرات الامطار وما ادى لانه يكون مرحله واحده، وتوجنا به احنا فريق الباش. قلت لك هذا الموسم الرابع. قد كابتن كم نقطه؟ احنا توجنا ب 36 نقطه. والوصيف؟ الوصيف كان عنده 30 نقطة. يا فريق زيتية كان الوصيف. نعم أبو حسن، في كلمة ختام إذا عندك رسالة. أنا أشكركم وأشكر هاي الحضور وأشكر كل رياضيين 9 نيسان وفرق 9 نيسان بصورة عامة اللي ما قصروا بحضورهم بالتزامهم بالمباريات بغض النظر عن النتائج، يعني يلعب كأنه ما لحد. وهذا هذا الدوري رغم ما صارت فيه تلكات شوية وصارت فيه مشاكل، بس أفضل دوري صار عندنا، والدليل على ذلك منافسة على الوصيف أكثر من فريق، يعني تقريبا أربع فرق تنافس على المركز الثاني. أبو حسن حبيبي أنت لا يمكن، يعني لا يمكن أن ما تخرج بدون سلبيات، لكن الإيجابيات هو إن شاء الله. نعم أيضا كلمة ختام كابتن هادي النعيمي، بعد هذه الخدمة الطويلة سواء كنت لاعبا أو عضو بارز أو إداري أو محلل، ما هي أمنياتك؟ أمنياتي بأن تستمر الوضع ونبتعد عن الخلافات. أنا أكفد نقطة إذا أعرج عليها مهمة جدا، إحنا في جو انتخابات، رجاء خلونا سياسيا مختلفين، كنا سياسيا خلونا بالاختلافات، أما رياضيا خلونا متوحدين. كابتن سياسة واحد ورياضة واحد. سياسة لا سياسة، الرياضة مسيسة، هذا الشيء أنا أعترف فيه مو اليوم، يعني منذ الأزمنة السياسة والرياضة ما يختلفون، لأن الرياضة لها قاعدة جماهيرية كبيرة بالذات كرة القدم، لذلك السياسيين يستغلون. أنا أقول رياضيا كلنا بهذا المربع المناطق خلونا متفقين، سياسيا خلونا مختلفين، كل من باختياراته، أما رياضيا خلونا متفقين. صح. شكرا جزيلا المشاهدين والمتابعين، لقاءاتنا مستمرة، أنا وياكم نرحب بالمدرب الكبير ستار الباش، طبعا باسم قناة السفاح الرياضية نبارك لكم تتويجكم الموسم السادس لدوري 9 نيسان. نعم نتكلم عن هذا الحدث الكبير.
طبعا الحمد لله والشكر بهاي السنة أخذنا هالدوري جدارة طبعا يعني فرق عن الشتمة تقريبا 9 نقاط. فالفريق ما قصر بهاي الدوري والتزموا باللي المدرب شوان عليهم، فالحمد لله وشكر أخذنا الدوري وضمناها والحمد لله وشكر. أيضا في كلمة ختام، مثل ما تعرف اليوم حضور عضو مجلس النواب العراقي الأستاذ علاء الدلفي، وكذلك المباراة الودية اللي تجمعكم فريق البطل اللي هو فريق الباش وفريق شباب الخنساء. طبعا احنا نشكر الأستاذ علاء اليوم على حضوره بهالمباراة اليوم مع فريق الخنساء، واحنا نشكر جمهورنا هاي الحضور اليوم كلها، ونشكر قناتكم الكريم على هاي التصوير. ايضا اريد اخذ من عندك في ختام هذا اللقاء، بعد هذا العمر الكبير في العمل سواء مدربا او لاعبا، ما هي امنيات الكابتن ستار الباش؟ والله امنياتي الفريق يستمر، وكابتن شوان عليهم مقصر، وان شاء الله ما بعد هم الحمد لله البطولات كلها هسه بعيد عليهم؟ لا هم قريب عليهم، متابعهم يعني؟ هم متابعهم ولعباتهم، هم اجي ورغم ما عندي مجال بس راح اجيهم، اضطر اجي عليهم اكيد. هو حضورك مميز، وجود شويه سر معنويه لهم. اليوم دابع معنا ابو علي، وانا سعيد بهذا اللقاء وبشوفتك الطيب ابو علي، الله يحفظك، ممنون.
شلون فاضل اليوم؟ الشوط الثاني شلون؟ شلون شلون النادي النعيمي شلون ينزل؟ الشوط الثاني لا تنزل كابتن، خليه يعتزل اليوم، خليه يعتزل. انه ابو شيبه يا الهي. طيب شوف 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 توجهات، شوف شيخ حسن بس اصبخين ما يصبخ اليمن اصبخين بروح قاعد يجي حلوات. انا هذا شوف هذا ابو علي باش والله لا لا سكر ترى سكر خطر فيك عمر والله صار علينا يا ابو علي الله يصلح عليك الباش هو من يغضب راح يسوي شيء ايش يسوي ايش والله يا ابو علي